والمهم أن الشارع المقدس يأخذ المؤمنين بنظر الاعتبار من حيث تعرضهم لأنواع البلاء الدنيوي، فيأمرهم بالصبر ويعطيهم الثواب عليه، ويأخذ المؤمنات بنظر الاعتبار من حيث تعرضهن لأنواع البلاء من الزوج والأولاد وأهل الزوج والجيران مثلا، فيأمرهن بالصبر ويعطيهن الثواب الجزيل عليه. لاحظوا، واحد أو وحدة تجي تقول أنا صابر أو محتسبة وهي تكذب، لماذا؟ لأنها لا تملك لسانها. أي تكذب، كذا ليش وكذا ليش وكذا ليش وكذا ليش، مع ذلك تزعم أنها صابرة ومحتسبة. أو الرجل كذلك يتكلم ضد القضاء والقدر الإلهي ويزعم أنه صابر ومحتسب، خاب فألك وخسئت نفسك الأمارة بالسوء. فالصبر لا يجوز أن يكون مع الكلام البذيء على المخلوق أو على الخالق ثم يزعم الفرد أنه صابر، كلا بل هو فاجر وليس بصابر، حتى لو تحمل الذل من المخلوقين بالمقدار الممكن فإنه سيكون عظيما عند الله وثوابه جليلا عند الله. والذل في الدنيا إنما هي عزة الآخرة، والعزة في الدنيا إنما هي ذلة الآخرة. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فالمسألة أكثر، فيجب أن لا يخطر في البال اعتراض عليه فضلا عن التفوه به، وإلا لم يحصل له ثواب الصابرين. والله سبحانه عليم بما في القلوب والنفوس، فيجب الحذر من هذه الناحية جداً.